نروح بقى لجزء اخر وبيهم ناس كتير قوي، وهو فيما يتعلق باختبارات الناشئين في النادي الاهلي واللي ابتدت النهارده الصبح. وفي طبعا احلام كتيره جدا عند لاعبين صغار ان هم ينضموا للنادي الاهلي، فرصتهم من خلال طبعا الاختبارات اللي بتقام حاليا في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. والنهارده كان اول يوم للاختبارات، اقيمت اختبارات 2006 و2007 وتم تقسيم المتقدمين للاختبارات على مجموعات مختلفه. عشان نعرف يعني تفاصيل اكتر خلينا نروح للمجتهد والمتالق طبعا فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، وانت لدائم التالق باذن الله على قناه النادي الاهلي. حبيبي يا فاروق، طمنا بشكل كبير على الاختبارات النهارده وسير الاختبارات والامور ماشيه ازاي عندك في مدينه نصر. طيب خلينا نقول من البدايه ان انطلقت اختبارات النادي الاهلي في القاهره النهارده، وده استكمال للمرحله الاولى من الاختبارات. يعني المرحله الاولى من اختبارات النادي الاهلي كانت ابتدت في المحافظات بالظبط، وكان النادي الاهلي وفر 6 لجان توجهوا لست محافظات على مستوى الجمهوريه لاجراء الاختبارات. 3 لجان كانوا موجودين في صعيد مصر، اسوان واسيوط وسوهاج، و3 لجان كانوا ما بين الاسكندريه والمنصوره والسويس. كويس. في مجموعه من اللعيبه طبعا في الاختبارات اللي تمت في المحافظات تم انتقائها، وخلينا اقول لك ان بنسبه كبيره جدا كان في اقبال شديد في محافظه المنصوره، واقبال شديد في محافظه الاسكندريه، وايضا محافظه السويس بجانب محافظات الصعيد. في مجموعه من اللعيبه طبعا تم اختيارها، تم انتقاء هؤلاء اللعيبه ومنهم لعيبه مميزه هيتوجهوا ان شاء الله خلال الفتره القادمه للقاهره لاستكمال باقي الاختبارات وانتقاء افضل. لسه يعني ليهم اختبارات تاني ما تمش انضمامهم بشكل رسمي للنادي الاهلي. لا كابتن امير، زمان زي ما حضرتك عارف ان المعايير اللي بتبقى محطوطه للاختبارات في النادي الاهلي بتختلف عن اي نادي تاني. اكيد اكيد. بتبقى مرحله اولى بضم اللعيبه المميزه اللي انا اخترتها في الاختبارات، ثم ان انا بعد كده ببدا اختار الاميز. الاميز ببدا ادخله مع المجموعه الاساسيه اللي عندي، اشوف هل على تقارن اللعيبه اللي عندي. ببدا اقارن يعني، ودايما يعني لازم يكون جاي للعيب يعني على مستوى اللعيب اللي عندي او على مستوى او اعلى من المستوى اللي طبعا عندي. طبعا النهارده في القاهره طبعا ده كان اول يوم لاختبارات القاهره وبملاعب النادي الاهلي بمدينه نصر. وانا في البدايه انا عايز يعني انا اوجه كل الشكر بصراحه للمسؤولين في النادي الاهلي وللكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين لامر مهم جدا زميلي امير، ان النهارده الاختبارات بيتم اجراءها على ملعب النجيل الطبيعي اللي هو ملعب المباريات ملعب 4 في النادي الاهلي. طب ده كويس جدا، لانه كان قبل كده بيقام على الملاعب الترتان اللي هي بتاعت الاكاديميه. يعني كان بيبقى الموضوع صعب جدا سواء على اللعيبه اللي بتقبل على اختبارات النادي الاهلي او على اولياء الامور. النهارده بصراحه كل الشكر للمسؤولين في النادي الاهلي مجلس اداره كابتن فتحي، كمان ان هو وفر اماكن لاولياء الامور القادمين من كل مكان. اللعيبه على ملعب النجيل الطبيعي حضرتك عارف طبعا بيختلف تماما عن النجيل الصناعي. فالنهارده دي كانت نقطه مهمه لازم نشيد بيها في البدايه. انطلقت الاختبارات في تمام الساعه 8 على مدار اليوم. انطلقت الاختبارات مواليد 2006 و2007. كويس. الامر المميز ان احنا شايفين ناس كتير جايه من المحافظات، في ناس ما لحقتش اختبارات الاهلي في المحافظات في اسكندريه او في السويس، في ناس جايه من كفر الشيخ، في ناس جايه من اسيوط، في ناس جايه من انا من المنيا، في ناس جايه من البحيره، في ناس جايه من كفر الشيخ، من كل المحافظات اقبال كبير. مخصص النهارده اليوم والغد وبعد الغد ان شاء الله لمواليد 2006 و2007 ان شاء الله يعني على ايام الاحد والاثنين والثلاثاء. ثم هيبدا المرحله الاهم، مرحله مواليد مدرسه الكوره مواليد بقى 2008 و2009 و2010. ده محدد ليهم ايام يوم الاربعاء ويوم الخميس وان شاء الله يوم السبت. ثم هندخل على مرحله 2003 و2004 و2005. ثم اخيرا مرحله 2002، ودي مخصص ليها يومين، يوم 24 ويوم 25. الشيء اللي لفت للنظر زميل امير الموهبه، ان الموهبه في السن الصغير بقت اكتر شويه. يعني لما تلاقي اللعيب مثلا في سن 2006 او 2007 لا الموهبه في كتير. ان النهارده في بعض اللعيبه فرضت نفسها بقوه. كتير من المدربين بدات تتابع كابتن تامر حفني، وجوده ان هو مدير فني لقطاع فريق 2006 2007 النهارده
ماسك الورقه والقلم بيدون اللعيبه، في لعيبه مميزه فرضت نفسها. انا شايف ان الموسم ده ان شاء الله الاهلي هينتقي مجموعه من اللعيبه المميزه، خصوصا في المراحل السنيه اللي هي الصغيره يعني بدا من 2006 2007 بيكون لعيب لسه قابل للتطور، يعني بيبقى ده شيء مهم يعني تشتغل معاه الفتره يعني. هو اثناء حديثنا امير مع المدربين او الكابتن فتحي، الكابتن جمال، الكابتن سامح حسني، ان هم حاطين معايير، يعني في معايير لانتقاء اللاعب. اهم بقى هذه المعايير يا فاروق ايه بالظبط عشان الناس تبقى عارفه برضو، اللي بيرغب ان هو يروح اختبارات النادي الاهلي يكون ملم يعني بامكانياته والامور اللي لازم يتمتع بيها عشان ينضم ان شاء الله للنادي الاهلي. خليني اقول لك يعني ايه الثلاث معايير المجمع عليها او اللي فيها يعني اجماع كامل، اللي هو القوه والسرعه والمهاره، يعني كويس. ثلاث عناصر لازم يكونوا يعني ايه يكونوا موجودين، بس في بعض الامور يعني في برضه بعض الاستثناء، في لعيب ممكن يكون قوي وسريع وما عندوش المهاره تقدر انت تشتغل، يعني هي مش شرط ان الثلاث امور يكونوا موجودين، الثلاث معايير مش شرط يكونوا موجودين، ممكن لعيب يبقى عنده السرعه وعنده المهاره بس محتاج قوه، انت بتبدا تديله بتديها له على فترات، في لعيب بيبقى عنده القوه وعنده المهاره ما عندوش السرعه، انت بتبدا تشتغل. هو لابد من توافر يعني عنصرين مع من الثلاث عناصر، وفي نفس الوقت انت بتبدا تديله او تشتغل على العناصر على هذه العناصر. في لعيبه من صغرها المرحله السنيه 2009 2009 و10 اكيد مش هيبقى عنده القوه بس طبعا عنده المهاره، فانت بتبدا تلمح وتشوف فيه المهاره، وزي ما قلت لك ان المرحله السنيه ل 2009 و2010 فيها مواهب متبشر بخير كبير جدا سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر. الامور الثانيه المهمه يعني صبر لجان النادي الاهلي في الاختبارات، يعني بعض اولياء الامور بيقول لك ان لا اسم مستعجلين الوقت، لا النهارده بتشوف الكابتن فتحي مبروك نفسه اللجنه اكثر من اربع خمس مدربين قاعدين على اللجنه بره واثنين مدربين في الملعب، يعني امير ست مدربين بيتابعوا ويتفرجوا على مجموعه اللاعبين اللي في الملعب. يعني في تركيز كبير يعني بمحاوله تركيز. انتقاء العناصر اللي ممكن تفيد النادي الاهلي، يعني ده دورهم تركيز. في الحقيقه وبيقوموا بيه بصراحه. تركيز شديد جدا بجانب ان الكابتن فتحي مبروك بيلف في الملاعب يشوف الولد دوت، لا اتفرج عليه، فانا يعني بنوجه برضو النداء لاولياء الامور ان مش بعض اولياء الامور يقول لك لا ده مش مفيش متابعه، لا ده في متابعه، لو واحد مش متابع اكيد واحد من السته هيكون متابع. عمليه المتابعه مهمه جدا. النقطه الثانيه برضو عايز اتكلم فيها ونوجهها لاولياء الامور، يعني برضو ننصح اللعيبه اللي بتقبل على اختبارات النادي الاهلي او اي نادي، انت لازم يكون عندك الطموح حلمك وحلم اي لعيب كوره ان هو يلعب في النادي الاهلي، صح بقى حلم مشروع وكره القدم بقت صناعه، بس احنا بنقول لاولياء الامور مش كل اللعيبه اللي جايه الاختبارات هتلعب في النادي الاهلي. طبعا صعب جدا. بالظبط يا امير، يعني ممكن الولد يكون لعيب كوره كويس بس مش نوعيه النادي الاهلي، يطلع مكان بره يلعب في نادي طلائع الجيش، يلعب في المقص، يلعب في دجله، بس هو مش نوعيه اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي. بالظبط. في معايير امير حضرتك عارفها للنادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي. بتشوف لعيب بتختار شخصيه النادي الاهلي، ففي معايير طبعا بتختلف. في بعض الامور بننصح بقى اولياء الامور الصبر، يعني في نقطه برضو عايز اقول عليها لاولياء الامور، اولياء الامور بيبقوا قاعدين بيتفرجوا بره ويبدا عمليه توجيه للولد. بيبقوا يعني بص يعني فاروق هي تبقى حاجه يعني غصب عنهم برضو بيبقوا نفسهم يشوفوا ابنهم لعيب في النادي الاهلي ويكون واحد زي النجوم الكبار مثلا محمد صلاح ابو تريكه الناس دي، فطبيعي جدا بيكونوا حريصين، بس ده بيأثر بالسلب على فكره على ابنائهم وهم في الملعب، بيشتت من تركيزهم، ما بيعرفوش يظهروا كل امكانياتهم بسبب الضغط ده، فلازم يكون طبعا انا معاك في النقطه دي، يكون في مراعاه للجزئيه دي بالتحديد. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني قلت لنا كل الاخبار الخاصه بالاختبارات وده شيء كويس جدا، وفي الحقيقه فاروق صلاح من ضمن الناس المجتهده والشاطره جدا اللي بتعمل مجهود كبير سواء كمراسل او كمعلق في النادي او قناه النادي الاهلي. ده جزء طبعا من الاختبارات والاجراءات اللي بتتم، ولما بيبقى حد بينجح في الاختبارات بياخد استماره زي اللي حضراتكم شايفينها دي عشان بيبقى ليه ميعاد اخر يجي من خلاله يختبر مره ثانيه في النادي الاهلي. طيب